شكرا لبنى وباسل، وعود وأرحب بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. منذ انتهاء الحرب اللبنانية في العام 1975 تعمل جمعيات عديدة لتثبيت ركائز السلام والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. بهذا الإطار كانت هناك تجارب لافتة لنشطاء بالمجتمع المدني قاموا بتنظيم ورش عمل متخصصة بحل النزاعات بالطرق السلمية. فيلم تعال إلي فيلم وثائقي يلقي الضوء على هذه التجارب ويكشف قيمة العمل من أجل السلام. عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميلة ساندرا سعد. تعال إلي تجارب في النشاط اللاعنفي في لبنان، مشروع فيلم وثائقي اجتماعي جديد يلفت إلى ضرورة نبذ العنف في المجتمع اللبناني ونشر ثقافة السلام، دعوة ليست الأولى لكنها مفيدة بالتأكيد في الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان. هيدا من جزء التوعية والرجع الواحد يتواصل مع الماضي تبعه، يعني نعرف كيف نبرم صفحة الماضي بدون يعني نتسامح مع الماضي بس بدون ما ننساه. نعتقد انه نحن يكون هالفيلم متحرك عم ينعرض بعده محلات للي هو نحن اكثر بحاجه اليه للسلام وللتواصل مع الثاني وللحوار وللتفاهم، حيكون عنده امباكت كثير، تاثير كثير قوي ايجابي بالمعنى الايجابي اكيد. نظمت الجمعيه اللبنانيه لحقوق الانسان حمله عطاء الدم من كل لبناني لكل لبناني من أجل السلام وحقوق الإنسان في لبنان الواحد. يعود الفيلم الوثائقي إلى حقبة الحرب الأهلية اللبنانية ويستعرض أبرز النشاطات اللاعنفية آنذاك، ونستمع إلى شهادات حية لشخصيات شاركت في نشر السلام. المراحل المشروع عم بيعملوا ابحاث عن شو في تجارب رائده لعنفيه بلبنان، لانه يعني مثل ما معروف عاده ما بيتركز على النشاطات العنفيه، كل مجتمعنا عنف وما عنف. فكانت الخلاصه انه قابلوا وعملوا استمارات، عملوا انشطه مع وتدريب لتقريبا 10 او 11 ناشط كان لهم اثر من وقت الحرب الاهليه ما بلشت لسنه التسعين. وبالفيلم في شخصيات تحكي عن تجربتها وقد ايه مهمه. بيعقد مؤتمر صحفي يعلن انطلاق المسيره، تتحرك باتجاه طرابلس، وطرابلس تستقبلنا استقبال مهم. كان راينا انه ضروري يصير تحرك مدني لحتى نعمل التقسيم بين المجتمع المدني والمجتمع اللامدني. ألقى الوثائقي تعال إلي الضوء على أطراف اجتماعية أخرى لم تكن تريد الحرب في لبنان بل نادت بالسلام، وقد سجلت موقفا تاريخيا ما زال مستمرا حتى اليوم. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة بيروت. فإن إيمانك يساعدني. وهناك عمل متواصل لإيصال الفيلم إلى أكبر عدد ممكن من المدارس الرسمية والخاصة بالإضافة إلى الجامعات لنشر ثقافة السلام والعيش المشترك. نعود الآن إلى الزملاء في دبي. شكرا جزيلا لك يا منى على هذا الموضوع. ومشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا بها العديد من الموضوعات، وهذه الموضوعات يا لبنى دائما تتجدد كل يوم. وحتى نلتقيكم أجل مرة أخرى غدا، لكم مني أطيب تحية وإلى اللقاء. وحتى نلتقي مجددا مشاهدينا في حلقة جديدة من اليوم على الحرة مع حكاياتكم، هذه أطيب تحياتي وإلى اللقاء.